ايه؟ يقابلني؟ يقابلني ازاي يعني؟ يا حبيبي ضغط عليا، اضطريت اقوله انك بتحبني واننا بنتقابل وانك هتيجي تخطبني. يا نهارك اسود ومنيل، انت اتجننتي؟ ازاي يعني اخطبك ازاي وانا في ظروفي دي؟ ازاي يا حبيبي؟ هو ماله بظروفك ده؟ عايز يقابلك بس عشان يطمن ان انت جد معايا يعني. اسمعي يا منال، انا مش فاضي، مش فاضي لعب العيال بتاعك انت واخوكي ده. لعب عيال؟ اه طبعا لعب عيال، ما هو اللي بتقوليه ده لعب عيال. اسمع منال، انا عندي امتحانات وعايز انجح، مش هسقط بقى عشان خاطرك انت واخوك. وانا عايز اسقطك انا؟ اه طبعا، ما هو اللي بتقوليه ده هيخليني اسقط. دي مقابله مش هتاخد منك نص ساعه، انت لو رفضت تقابله هيفتكر انك بتلعب بيا. يا شيخه بقى حرام عليكي، جننتيني. العب بيك ايه وبتاع ايه؟ انا فاضي حتى العب كوره. اسمع منال، من الاخر كده عشان نبقى واضحين وبكل صراحه، انا عندي امتحانات لازم اذاكر عشان انجح، بعدين بقى هسافر مع بابا سويسرا عشان عندنا شغل. بابا ازاي؟ انت مش قلت ان يا ست الراجل بعت لي وتصالحنا؟ فيها ايه دي؟ فيها مشكله؟ وانا ضحيت بيا خلاص؟ ضحيت بيك ايه بس انت كمان؟ انا مسافر سويسرا شغل كام يوم كده يعني، بعدين اول ما نرجع ان شاء الله يبقى حلها الف حلال.